تعرضت سفارة النمسا في بيروت لأضرار جسيمة جراء الانفجارات الضخمة التي حدثت أمس في مرفأ بيروت والتي أودت بحياة العشرات وجرح المئات. وقالت الخارجية النمساوية تضرر مبنى السفارة في الأشرفية شرق بيروت، وليس من المؤكد حاليا ما إذا كانت السفارة ستكون قادرة على العمل في الأيام القليلة المقبلة. وقد عربت النمسا عن تضامنها الشديد مع لبنان بعد التفجيرات الهائلة التي شهدتها. وقال وزير الخارجية النمساوي ألكساندر شيلبرج في تصريح له اليوم الثلاثاء: لقد صدمنا وحزننا بشدة من الأنباء حول العدد الكبير من القتلى والجرحى جراء الانفجار الهائل في مرفأ بيروت. أعلنت وزارة الداخلية النمساوية اليوم عن انخفاض طلبات اللجوء إلى البلاد بنسبة 9.8% خلال النصف الأول من العام الجاري. وقال بيان للوزارة إنه تم تقديم 5424 طلب لجوء في الفترة من يناير إلى يونيو من العام الجاري، بينما سجلت طلبات اللجوء خلال نفس الفترة من العام الماضي 6040 طلب لجوء. وأرجع البيان سبب انخفاض عدد طلبات اللجوء في النصف الأول من العام إلى تداعيات أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن حركة تدفق اللاجئين إلى النمسا تأخذ شكل الموجات. قالت وزارة الصحة النمساوية اليوم إنها لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لكنها رصدت 85 إصابة مؤكدة بالجائحة خلال 24 ساعة الماضية، وذكرت أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت بذلك إلى 21,565 حالة، فيما استقرت الوفيات عند 719 حالة، وأشارت إلى تعافي أكثر من 19,464 حالة حتى الآن من الفيروس الذي أجرت السلطات ما يزيد على 923,000 اختبار للكشف عنه. كما لفتت إلى أنه يوجد 115 مريضا بالمستشفيات، بينهم 25 في أقسام العناية المركزة. أفاد المعهد المركزي للأرصاد الجوية بأن العديد من مناطق النمسا شهدت منذ نهاية الأسبوع المنصرم عواصف رعدية وانخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة. وأوضح المعهد في بيان له أن هطول التساقطات المطرية تفوق المعدل الموسمي تسبب في ارتفاع منسوب مياه الدانوب، وينذر بحدوث فيضانات ببعض مناطق البلاد. وأبرز أن ولايات النمسا السفلى وفرار لوبورغ وسرز وفيينا شهدت عواصف رعدية مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 20 درجة مئوية.